قد يتغير نوع السيارة والمنطقة المستهدفة أو الشخصيات المستهدفة، لكن الإرهاب واحد ووحشيته واحدة. إلى الشهيد الملازم محمود جمال الدين، 33 شخصاً أصيبوا بجروح في انفجار دهر البيدر، بينهم 7 عناصر من قوى الأمن الداخلي. وإذ توزع الجرحى على مستشفيات المنطقة، استقبل مستشفى شتورة العدد الأكبر منهم، 20 إصابة، 3 حرجة و17 متوسطة قد يخضع بعضها لعمليات جراحية دقيقة. ومن بين الجرحى سهيل مغامس صاحب البيكاب الذي طلب منه عناصر قوى الأمن توقيفه بطريقة تقطع الطريق أمام السيارة المشتبه بها. وصلت على الحاجز، طلعوا دايركتور، قالوا لي ما خليك بأرضك ما تفتحش الطريق. ما لحقتش أنا هذول، شفت أنه دغري فتحوا جيب وراي، فتحوا له البواب دغري فجأة. كنت رايح على بيروت، وصلت على الحاجز دهر البيدر عند درك، ما في، طلعت هيك عم طلع على الشمال مثلا تفتيش الحاجز، لقيت الدرك هجمين على سيارة، ما في، سويني فتحوا البواب سويني فجرت السيارة. نحن كنا جايين من بيروت، كان عندنا فحص أمن عام، وقريبين كنا من الحاجز في سيارتين تقريبا قدامنا، فجأة طلع الصوت وصار يقع علينا الإزاز ودخان، ما عاد وين على شيء غير هيك. 9 إصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة نقلت إلى مستشفى الجبل في فالوغة. وصلت لحاجز دهر البيدر في جيب المفخخة وراها فان وأنا ثالث سيارة. إجا الدركة على الجيب فتح الباب، لما فتح الباب صار الانفجار، صار إطلاق نار كمان. صار إطلاق نار؟ بعد الانفجار بشوي. من مستشفى الإيمان في علي إلى مستشفى الجعتيوي في بيروت نقل الجريحان حسن الأمين فارس وزوجته اللذان يحملان الجنسية الكولومبية واللذان كانا وصلا إلى لبنان لتمضية إجازتهما الصيفية بين الأهل والأحباب. عنده كذا كتير جروح على أثر الشظايا، خاصة بوجهه ميلة الشمال، في إصابة بعينه، في أكتر شيء الحروق بإيده اليمين بنسبة 10% تقريبا، حروق سطحية منا كتير غميقة، عنده كمان كتير شظايا بإيده وجروح، عنده كسر بإيده الشمال. بالوقت الحالي فينا نقول أنه ما في خطر على حياته، بس وضعه دقيق، بده مراقبة. شو ما عملوا ما حيمنعونا من أنه نعيش. لعل كلام خالة حسن يختصر كل الكلام. حسن جاي يقضي صيفية، خلوه يقضيها بالمستشفى، إن شاء الله اللي عم يعملوا هالأعمال